ببلوك نوتس اليوم مشاهدينا رح نتعرف على تعاون جديد بين شركة اير فرانس كي ال ام وبنك ليبانو فرانسيز اللبناني، وهو كريدت كارد بعنوان اير فرانس كي ال ام بنك ليبانو فرانسيز كريدت كارد. كل ما استعملتوا هالبطاقة بتجمعوا مايلز وكمان بتجمعوا تسهيلات كثيرة بالسفر. رح نتعرف على تفاصيل هالبطاقة مع ضيفتنا. برحب بمديرة الصرف الإلكترونية ببنك ليبانو فرانسيز ميرنا وهبي. أهلا وسهلا فيكي ميرنا. اهلا وسهلا فيك وميرسي كثير على استضافتكم لي اليوم لك ولقناه الام تي في تنحكي عن هالشراكه المميزه اللي تمت من خلال مناقصه اطلقتها شركه اير فرانس كي ال ام بالسوق اللبنانيه، وشاركت فيها عده مصارف من بينها البنك اللبناني الفرنسي اللي تم اختياره لهالشراكه الحصريه والاستثنائيه. وهالشراكه اللي كثير مهمه لانه بتجعل لبنان البلد الخامس من بعد فرنسا وهولندا اللي هن اكيد البلد الام لاير فرانس كي ال ام، نعم. في اليابان وسويسرا وبعدين لبنان اللي بيطلقوا فيه هيك بطاقه مصرفيه مشتركه. ميرنا، ليش تم اختيار بنك ليبانو فرانسيز لهالتعاون؟ مثل ما بتعرفي اير فرانس كي ال ام هي شركه عالميه وهي اول شركه طيران اوروبيه، دونك تتبع معايير كثير عاليه لاختيار شركاء او معايير كثير عالميه. والبنك اللبناني الفرنسي بيتميز بخدمه زمانه، خدمة كتير عالية وجودة كتير عالية لخدمة زبائنه، كمان بيتميز باحتراف بالعمل المصرفي وبتاريخ كتير طويل بالعمليات الإلكترونية. يعني هون عم بحكي من سنة 1983، من 30 سنة كنا أول بنك بيطلق أول بطاقة مصرفية بالسوق اللبنانية. بالإضافة لهيدول كلهم، يعني من البداية كنتوا سباقين بهالفكرة. أكيد أكيد بالعمليات الإلكترونية نحن أول بنك. كمان بالإضافة لهيدول قدمنا خطة استراتيجية وعملية تسويقية وإعلانية كتير مهمة، هن اللي كانت كتير عملية وساعدت إنه يصب الاختيار على البنك اللبناني الفرنسي. هون بحب ضيف شغلة كمان، إنه البنك اللبناني الفرنسي بيتلاقى مع اير فرانس كي ال ام بخدمة الزباين إذا بدك اللي كتير عالية، وبالصورة المؤسساتية وبالقيم، وأكيد أهم شيء بطريقة التعاطي مع زبائننا. خدمة الزبائن هي من أوائل شركة اير فرانس، وهذه يمكن من أسرار استمراريتهم وأكيد من أسرار استمرارية بنك ليبانو فرانسيز. شو هي هالبطاقة ميرنا؟ شو مميزاتها؟ بنعرف في غير بطاقات بتقدم فرصة أنه يجمعوا مايلز، ولكن هذه بتختلف. أكيد بتختلف، لأنه هيدي بطاقة كو براندد المضبوطة، هيدي بطاقة ائتمانية من فيزا انترناشونال بتسمح إنه نجمع أميال أكثر وأكثر بطريقة أسرع وأسرع. كيف؟ أول شيء بنقدم لغاية 5000 مايل مع عند أول استعمال للبطاقة، وهي بتكون هدية ترحيب. هيدا كادو، يعني هيدا أول كادو. ما نحصل على البطاقة بنكون مجمعين 5000 مايل من دون ما نستعملها. عند اول استعمال، عند اول استعمال اول مره، بغض النظر عن قيمه ان شاء الله بليره واحده حلو دغري 5000 مايل، لغايه مايل ونص عند كل دولار بينصرف. هون عم نلقي نظره على نموذج من البطاقات، تفضلي. لغايه مايل ونص عند كل دولار بينصرف بلبنان او بالخارج. هيدي بالسيجنتشر كارد، بعرف في نوعين من هالبطاقه. مزبوط، بالسيجنتشر لغايه المايل ونص، بالبلاتينوم مايل. يعني كل دولار بنصرفه بيترجم مايل ونص بالسيجنتشر كارد، بالبلاتينوم كل دولار ايجال مايل واحد. صح. لما بنجمع هالمايلز كيف وين بنصرفهم؟ كيف بنصرفهم؟ اكيد بنجمع هالمايلزات اول شيء على بطاقه فلاينج بلو، هو برنامج الائتمان للولاء شركه اير فرانس كي ال ام. هلا كل هالاميال بتجمعوا، فحاعطيكي مثل عملي كثير بسيط. لنقول اشتريت تذكره سفر بهالبطاقه على شركه اير فرانس كي ال ام. نعم. اول شيء بتكوني جمعتي اميال لانه عم تسافري على اير فرانس كي ال ام. ثاني شيء بتكوني جمعتي اميال لانه اشتريت التذكره بالبطاقه. كل هالاميال بتجمعوا على بطاقه فلاينج بلو. يعني هون دوبل استفاده، دوبل تجميع اميال. حلو. والاستفاده بعد اكثر، لانه في اير فرانس كي ال ام مش وحده،
هي ضمن كمان شركة ضمن عندها شركاء بسكاي تيم اللي هن 19 شريك، بالإضافة أنه في لحديت 1000 وجهة سفر، وفلاينج بلو عندها لحديت 100 شريك. يعني هون عم بحكي عن سلسلة فنادق كتير مهمة، هيلتون، أكار، ستار وود، ماريوت، كمان شركات تأجير سيارات مثل إيفس، أوروب كارت، هيرتز وغيرهم كتير من محلات تجارية كتير كبيرة. فيك تستعمل البطاقة عندهم وتكون عم تجمعي على الميلتين لأنه هن شركة، وهيدي مزايا شراكة إذا بدك مع شركة عالمية كتير كبيرة. يعني في استفادة لكل شيء له علاقة بالسفر، مش بس طيران أو حجز بطاقة سفر. أكيد في ما هون كيف نستبدل هالأميال، هون سؤال كتير مهم، لأنه منستبدلهم يا بتذكرة سفر مجانية أو إذا منحب مثلا بالخدمات اللي بقدمون هيدول الشركة، إن كان إذا ربنا نعلي درجة تذكرة السفر أو إذا كان معنا وزن زايد فينا نعمل أبجريد من خلال المايلز من جمعون. أكيد فينا نعمل أبجريد، فينا إذا كان معنا وزن زايد نستعملهم، مش بس هون على إير فرانس وكي ألم، مع كل مع شركة طيران، مع 19 شركة سكاي تيم. أكيد حلو. وكمان فينا نعمل إذا معنا وزن زايد كل خدماتهم فينا نستفيد منهم. هون كمان بحب زيد شغلة كتير مهمة، إنه هالبطاقة عندها ميزة ما بتلاقيها بغير بطاقة، إنه كل الأميال بتكوني جمعتيهم على فلاينج بلو، بس تستعملي هالبطاقة بتكوني عم تمددي الفاليديتي، المدة الزمنية لهالأميال، يعني أميالك ما بيخلصوا أبداً أبداً طالما عم تستعملي هالبطاقة. كيف يعني ما بيخلصوا؟ إذا استعملتهم لسفرة معينة؟ إذا خلصت هن عندهم مدة زمنية لعشرين شهر الأميال عادةً على الفلاينج بلو، إذا ما استعملتيهم خلال هالعشرين شهر تخلص مدتهم وبيروحوا عليك. نعم. طالما عم تستعمل البطاقة أنت عم تجددي مدة الزمنية تبعولهم. يعني عم بدد هالعشرين شهر لفترة أطول. هيدي ما بتلاقيها بغير بطاقة. حلو. من مميزات هالبطاقة، لمين موجهة هالبطاقة ميرنا؟ مين ممكن يستفيد منها؟ هالبطاقة موجهة لكل الناس، كل الناس بيقدروا يستفيدوا منها، للي بيحبوا يسافروا، إن كان للسياحة أو للعمل أو لزيارة أقاربهم، للشباب. هالبطاقة بتشجعهم إنهم وبتعطيهم الحافز انهم يسافروا من خلال انهم عم بيجمعوا اميال، متى جمعوا اميال بيقدروا يسافروا بسرعه اكبر واهين وبطريقه اهين، يعني بمشترياتهم اليوميه بالسوبر ماركت فينا نستعملها بكل الاماكن، على البنزين، تنقل على الانترنت للشباب، وين ما كان فينا نستعملها، نكون عم نجمع اميال ونستبدل هالاميال ببطاقة سفر. كل هالمبالغ بتتراكم واكيد من خلالها بنقدر نجمع مايلز كثيره. هل صعب الحصول عليها ميرنا؟ لا ابدا مش صعب الحصول عليها، بيكفي يكون عندك حساب بالبنك اللبناني الفرنسي او بحيالا بنك، بس توجهي على حيالا فرع للبنك 49 بكل المناطق اللبنانية. 49 فرع بلبنان. عندنا 49 فرع بلبنان بكل مناطق اللبنانية في تواجد للبنك اللبناني الفرنسي. أو كمان فينا نتصل على خدمة الزباين 1272، وأكيد أحد مستشاري البنك حيهتم كتير منيح فيكي استقبال المميز عندكم. كمان هالفكرة انطلقت من حوالي شهر، بتصور كان في مؤتمر صحفي كبير وأطلقتوا الفكرة، مرق شهر على إطلاقها، كيف الإقبال لغاية اليوم؟ من شهر لهلا اذا بقول لك فروعنا ما عم بتلحي تليفونات، يمكن اجت بوقتها هلا مع بدايه موسم الصيف وكل الناس بدها تسافر. يعني انتوا عرفتوا تماما ايمتى تطلقوا هالفكره؟ ما هي اكيد من بعد دراسه اطلقناها على اول موسم الصيف، بس كمان صفحه الانترنت تبع البنك اللبناني الفرنسي لانه اللي عم بيقدروا يعملوا سبسكريبشن عليها او على شركائنا اير فرانس كي ال ام وفلاينج بلو كله عم بيكون جد في اقبال ما كنا مستنظرين هالقد. ميرنا بتعرفي في جاليات لبنانيه كبيره منتشره بكافه دول العالم، بيجوا كل سنه بيزوروا لبنان مره او اكثر خاصه بموسم الصيف، وكثار منهم عندهم حساب هون بلبنان وكمان ببنك ليبانو فرانسيز، بيقدروا كمان هن يحصلوا على هالبطاقه ويستفيدوا منها؟ اكيد بيقدروا يحصلوا عليها لهالبطاقه، لانه كمان موجهه لمغتربينا، لانه بيقدروا يحصلوا عليها وبيقدروا يعطوها لاقاربهم، هيك بيكونوا عم
عم بيستعملوها ويقربوا إذا بدك السفر ويقربوا اللقاء بين بعض بين أقاربهم وأحبائهم بس من خلال استعمال هيدي البطاقة. وبتم تسديد المشتريات بالطريقة التقليدية اللي معودين عليها. مزبوط بالطريقة التقليدية حسب إمكاناتهم واحتياجاتهم، يعني فيهم يسددوا لحديت 20-30 أو 100% بآخر الشهر من قيمة هالمشتريات، وكمان سقف هالبطاقة بيتحدد حسب إمكانياتهم واحتياجاتهم. حسب الإنكم كمان؟ حسب الإنكم، كلهم هيدول هن المعايير اللي بينعطى على أساسها كارت، وهي فيها تكون كمان مش ضروري تكون بطاقة ائتمان، فيها تكون بطاقة حسب شو اللي عندك بالبنك، يعني ديبت كارد، انه قد ما يكون عندك موجودات تقدر تستعمل البطاقه. واضح انه في كثير بنفيتس وفي كثير تسهيلات بترافق هالبطاقه، هل الفائده عليها بتختلف عن غير بطاقات؟ ابدا ابدا، شروطها لهالبطاقه جد شروط تنافسيه وكثير سهله وميسره، بس ما لكم لا تتوجهوا عند احد مستشارينا، هو بيساعد الشخص انه يلاقي البطاقه اللي جد هي له. يعني في عنده خيارات بالنسبه لهالبطاقه، اكيد اكيد إن كان عنده خيارات او البلاتنوم. بتاخذ وقت كثير حتى نحصل عليها؟ ابدا ابدا ابدا، اذا كل الشروط متوفره ثاني يوم بتكون بطاقه معه وبتكون ماشيه وبتكون بيقدر يستعملها دغري. شكرا لوجودك معنا ميرنا وهبي، بتامل هيك نكون حمسنا، بتصور كثير منهم تحمس المشاهدين حتى يحصلوا على هالبطاقه، وهلا وقتها بتصور مع بدايه موسم الصيف، وانتم دائما معروفين بافكاركم السباقه، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، ميرسي شرفتينا. وقفه قصيره مشاهدينا ومنكمل حلقتنا.